النهارده النادي الاهلي بعت لاتحاد الكوره على موضوع الشيبي، بيستفسر النادي الاهلي الموضوع وصل لفين، لان كان النادي الاهلي بعت اكثر من مره وقال ان احنا التزمنا بالعقوبه بتاعت حسين الشحات والموضوع تطور فين، وما ينفعش الشيبي يروح لمحكمه مدنيه، وينفع ولا ما ينفعش ياخدها بقى نعرفها من المحامي الدولي الاستاذ نصر عزام. نصر بيه مساء الخير. كيف سيف، ازيك عامل ايه؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ طيب كله تمام بخير الحمد لله، رمضان كريم. ربنا يخليك يا فندم. يعني مساله الشيبي ومساله حسين الشحات، وينفع ان الشيبي يروح لمحكمه عاديه ولا لا؟ طب طبعا الموضوع ده كابتن بيحصل فيه لبس كتير، لان النظام الاساسي للفيفا فيه ماده بتقول بشكل عام ان ممنوع اللجوء للقضاء العادي في المنازعات الرياضيه، ودي ماده 58 من لائحه النظام الاساسي للفيفا. ولكن الماده دي في نفس الوقت فيها استثناءات، من ضمن الاستثناءات هي الامور اللي تكون من اختصاص المحاكم العاديه بمواد ملزمه سواء في الدستور او في القوانين داخل الدوله. وبالتالي هنا ده المعيار، هل الجانب اللي موجود فيه هل هو الشيبي لجأ لمحكمه مدنيه ولا هو راح لجأ انه قدم بلاغ للنيابه العامه بخصوص موضوع جنائي. فهنا دي من ضمن الامور الجنائيه هي اختصاص طبعا النيابه العامه، وده اختصاص حصري وفقا للدستور المصري، وبالتالي هي اللي من حقها ان هي تحقق في اي اتهام او بلاغ بتقدم ليها، وتشوف بعد كده لو كان في انتهاك للقانون هي ممكن تحرك الدعوه الجنائيه ضد الشخص اللي عمل المخالفه دي. تمام. ده الجزء اللي الناس ممكن تكون بتتلخبط فيه. يعني هو فندم من حقه يروح. من حقه طبعا ان هو يقدم بلاغ طالما ان دي حاجه جنائيه، اما الجزء الرياضي اللي حصل يمكن اتحاد الكوره او لجنه الانضباط كانت خدت عقوبه ضده، ده بالنسبه للاختصاص الرياضي، فهي ممكن تبقى واقعه واحده ولكن ينشا عنها اختصاصين، اختصاص رياضي وهنا ممكن لجنه الانضباط في الاتحاد الكوره المصري هي اللي بتتعامل معاه لعقوبه على الواقعه دي، وفي نفس الوقت لو احد الاطراف شايف ان كان في كمان مخالفه للقانون الجنائي وبالتالي ممكن بيقدم بلاغ في هذا الشان وبيتحقق فيه، لو في فعلا المخالفه دي ممكن ايه الموضوع بيتحول للمحكمه، وده بقى شك جنائي ما ينفعش اتحاد الكوره يبقى هو عنده اختصاص فيه، وده بالعكس ده حق دستوري للاعبين كلهم، لاي حد بيتم ارتكاب ضد مخالفه ممكن يقدم بلاغ. تمام. طبيعي. طب هو ليه تمت احالته للجنه الانضباط بقى؟ ما اتحاد الكوره يستنى لما يشوف. ما هي دي يعني. هي دي نقطه انا ما شفتش طبعا ايه الشكوى اللي هو تم تقديمها للجنه الانضباط، ولجنه الانضباط بتبحث فيها، فانا ما شفتش طبعا ايه هي الشكوى اللي متقدمه، ولكن لو الموضوع متعلق فقط بان هو قدم بلاغ للنيابه العامه بخصوص الواقعه اللي حصلت معاه، فهنا ممكن تكون لجنه الانضباط بتبعت تسمع رده، لكن في الاخر القرار يكون مثلا رفض الشكوى او حفظ الشكوى، لان هو اللاعب ما عندوش مخالفه للنظام الاساسي للفيفا. طب هو فندم الاتحاد الكوره ادى حسين الشحات عقوبه، هل ممكن حسين الشحات يعاقب من اتحاد الكوره ويعاقب من محكمه عاديه او تتحول لقضيه عاديه؟ ما هو ده يا كابتن سيف اللي احنا بنقوله، ان ممكن يبقى هي واقعه واحده يكون فيها اختصاصين، بمعنى حد ارتكب مخالفه معينه فهنا بيتعاقب عليها وفقا للوائح اتحاد الكوره المصري في الامور العقوبات الرياضيه. اما لو في بقى مخالفه للقانون الجنائي، هنا زي لو حضرتك عارف ماده مثلا 84 من قانون الرياضه المصري، لو حد شتم حد، تمام، هل انا عشان شتمت حد في نشاط رياضي انا ما اتعاقبش، ولا ممكن ان انا اتعاقب بسبب الموضوع ده جنائيا؟ اتعاقب اكيد. هي دي، هتلاقي ان في ماده 84 من قانون الرياضه المصري حتى بينص على العقوبات الجنائيه، وهتلاقي في اطراف كتير في الرياضه في الفتره السابقه قدموا بلاغات فعلا للنيابه وتم تحريك بعض القضايا ضد بعض الاطراف وكان فيها احكام، فمش معنى ان انت في نشاط رياضي ان انت ممكن تخالف القانون اللي موجود داخل الدوله. هو على فكره تاكيدا لكلام حضرتك، انا حصل اتصال مع الاستاذ اشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات، وانا بتكلم معاه قال لي حاجات كتيره قوي قانونيه، وسالته هل يا فندم دي فيها عدم اختصاص؟ قال لي انا ما روحتش لدي خالص، قال لي انا ما قلتش ان في عدم اختصاص ولا حاجه، بالعكس انا ماشي الموضوع في النيابه وطالب طلبات شهاده استاذ وزير الشباب والرياضه، رئيس اتحاد الكوره، حكم المباراه، مراقب المباراه، 7 لعيبه، يعني بالعكس واضح ان هو برضو على نفس الكلام مع حضرتك. هي الفكره بقى يا كابتن ان انت الجزء اللي فيه قضيه جنائيه دلوقتي ممكن في الاخر المحكمه ترفض ما يبقاش فيه اي عقوبه او ما فيش اي ادانه للاعب. يعني مش شرط ان في قضيه تم تحريكها ان في ادانه، ممكن في الاخر ياخد براءه، صح؟ او ياخد مثلا غرامه. يعني الموضوع في الاخر دي المحكمه هي اللي هيبقى عندها السلطه النهائيه ان هي تقرر في القضيه.
لكن هل ده يعتبر مخالفه للوائح الفيفا؟ لا ما يعتبرش مخالفه، لان احنا زي ما وضحنا ده اختصاص اصلا حصري وفقا للدستور المصري، اي امور جنائيه هي النيابه العامه اللي بتحقق فيها والمحكمه بعد كده تحكم فيها. فما ينفعش ان احنا نقول ده كده لجوء لقضاء عادي. اما القضايا اللي ليها علاقه بعقود اللاعبين وكده دي بتروح لاتحاد الكره المصري، هكيم بيطعن عليها في مركز التحكيم الرياضي الموجود. لكن لو انت رحت هنا للقضاء العادي ممكن يقول لك اه هنا في مخالفه، لان في لجان مختصه بهذه المنازعات. وهنا لو رحت للمحاكم العاديه يقول لك لا انا عندي عدم اختصاص، لان ده شوف مدني ليه علاقه بالعقود، ده مختصاص حصري برضه لاتحاد الكوره وفقا للوائح. فبس هي الموضوع الناس بتبقى متلخبطه في الجزئيه دي، لكن خلاص هي كل قضيه تبقى ماشيه في طريقها، وفي الاخر المحكمه هي اللي بيبقى عندها الحكم النهائي طبعا في الموضوع ده. تمام. ما يخص يا فندم، حضرتك سمعت اكيد عن ازمه رمضان صبحي، وحضرتك سمعت عن الموضوع، هل الموضوع ده يا فندم رمضان محتاج فيه او هيستعين بيه في محامي مثلا في المحكمه الرياضيه الدوليه او حاجه، ولا ده بيبقى قرار لجنه المنشطات فقط لا غير؟ طب بص، طبعا انت عارف كابتن الحاجات اللي بتحصل مع اللاعبين، خاصه اللاعبين الكبار زي كده، يمكن كان في قضيه كنا بنمثل فيها كابتن فهد المولد نجم منتخب السعوديه، وفي الاخر خد قرار انه يقدر يرجع يلعب مره ثانيه، وكنا بعد كده برضه زي المحكمه الرياضيه الدوليه. ولكن كابتن رمضان ده لسه موضوع في الاول. اللي انا فهمته او سمعته ان هو جه جواب استفسار عن وجود عينه ان كان فيها بعض المخالفات، او يعني ان هي مش مطابقه للمواصفات. صح، ده اللي انا يعني سمعناه، وفي استفسار عن هذا الموضوع. فهنا مفيش ادانه ان انت عندك عينه ايجابيه، فده الفرق. في فرق ما بين ان يبقى العينه فيها تلف معين او تلف العينه دي. ده هو بالعكس يا فندم، العينه الايجابيه دي محتاجه طبيب، يعني محتاجه حتى في الرد طبيب. هنا الحاله مختلفه شويه، ان هي عينه مش مطابقه، يعني مش عينه انسان زي ما هم ذكروا. لا، ما هي انا ما شفتش الجواب، فمش هقدر اجاوب طبعا على. انا عرضت الجواب في الصيغه فندم ان هي مش عينه تدل على ان هي عينه انسان. طيب يعني عشان نوضح برضو الجزئيه دي، لو في مخالفات بخصوص العينه نفسها حسب بقى وقعه العينه دي نفسها ان هي مش مطابقه للمواصفات، لو في كان تلاعب من اللاعب طبعا ممكن يبقى في ساعتها عقوبات على اللاعب بسبب تلاعب في عينه. لكن اللي انا سمعته ان هو كان سحب منه عينه تانية في نفس اليوم، والعينه دي اتحللت وكانت العينه سلبيه. وبالتالي حسب بقى نوع الـ يعني العينه الاولى ايه المشكله اللي فيها، دي مش واضحه. لو هي فعلا فيها مخالفه هيتم التحقيق فيها، ولو في مخالفه من اللاعب او كان اللاعب فيه تلاعب ممكن يبقى في عقوبه عليه. لكن لو ثبت ان هي العينه ساعات. انا قصدي يا فندم في الحاله زي دي، تخصص حضرتك كمحامي دولي بيخش مع اللاعبين في الجزئيه دي؟ احنا في الجزئيه دي بنشتغل طبعا الشق القانوني زي ما قلت حضرتك مع كابتن فهد المولد، وفي طبعا الجانب الطبي، يعني الاثنين مع بعض، لان الامور بيبقى ليها حاجات متخصصه في الجانب الطبي والجانب القانوني كمان وفقا للكود برضه بيبقى ليها الجانب القانوني، اللي انت بتشوف ايه الحاجه اللي ممكن تعفي مسؤوليه اللاعب. تمام. وده يمكن احنا وضحناه في قضايا قبل كده، ان ساعات بيبقى اللاعبين ممكن يظهر عندهم عينه ايجابيه بسبب حاجه دخلت جسمهم عن طريق خطا، وبالتالي ممكن العقوبه تبقى مخففه او ما يبقاش في عقوبه نهائيه. تمام. فهنا الفكره بس هي لو عينته فيها يعني حاجه مش مظبوطه، يعني بشكل العينه مش صالحه، هيشوف ايه مدى مسؤوليه اللاعب عن الموضوع ده؟ هل بسبب مثلا اللي هو تغليف العينه، انت فاكر ان ممكن يكون مثلا في خطا مش من اللاعب، ممكن يكون، لان احنا برضو العينه دي انا عارف مسحوبه من 9 شهور. طب لو العينه دي كان فيها مشكله ليه ما اتقالش الكلام ده من فتره طويله؟ فممكن يكون اثناء الفتره دي حد هو اللي عمل خطا في العينه، فكل الحاجات دي اكيد هتبقى مجال تحقيق، ولو في فعلا يعني تلاعب من اللاعب ساعتها ممكن يبقى فيه عقوبه. اما لو الموضوع ما كانش هو ليه علاقه بيه، بالتالي ممكن ما يبقاش فيه عليه اي عقوبه خالص. تمام. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ نصر عزام بشكره شكرا جزيلا.